محمد لمين سيدي مولود، صحفي وناشط. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بمشاهدين كاملين في حلقة جديدة من برنامج مجرد سؤال. لمدة كم من الوقت تستطيع الاستغناء عن فيسبوك؟ مدى حياتي. شن هي أطول فترة قد قضيتها دون وسائل التواصل الاجتماعي؟ ثلاثة أسابيع تقريبا. أكثر تعبير فيسبوكي تستخدمه؟ طبعا ده عجبني. كم قد تحضرت من شخص على فيسبوك؟ شن هو أكثر سبب؟ حدود 10، غالبا الوقاحة من البداء. هل التدوين برأيك قادر على تغيير المجتمع؟ بتدرج وببطء. أيهم أهم بالنسبة لك، واتساب ولا جوجل ولا يوتيوب؟ أهم منهم كاملين فيسبوك. أيهم تفضل كوسيلة إعلام، الصحيفة، المذياع، التلفزيون أم الإنترنت؟ الإنترنت. من وجهة نظرك من هو أفضل رئيس أحكام موريتانيا منذ الاستقلال؟ المختار دادة. مع أم ضد المشاركة السياسية في الانتخابات الجهوية المقبلة؟ معها. لو أتيح لك استبدال اللقب الشهير لموريتانيا بلد المليون شاعر، شن هو يعود اللقب الجديد؟ أخاف تشاؤم. بلد المليون؟ خلاص اليوم صامت. وفي رأيك شن هي أبرز ذكرى مغلوطة لدى الآخر عن موريتان؟ ربما يتفائلون كثيرا بخصوصنا. مع أم ضد حملة خلوها تفلس؟ وسط. لو لم تكن إعلاميا، شن هي المهنة اللي كنت لها تختار؟ قد يفاجئك أن أكون ضابطا عسكريا. شن هي في رأيك أكثر فكرة نمطية انتشارا حول المرأة الموريتانية؟ الكسل والدلع. بالنسبة المئوية، كم مستوى نجاحك في عملك حتى الآن؟ 50 تقريبا. شن هو في رأيك أول شرط للنجاح في الحياة؟ الاعتماد على النفس والجد. قبل فترة ثار جدل حول منع الوزارة لك من العمل كمراسل صحفي لتعارض الأمر مع شغلك وظيفة عمومية وفق ما تم تداوله، أين وصل الأمر؟ لم تقل الوزارة ولا النظام أن هناك شرط يتعلق بالوظيفة العمومية، لأني عندي تفريغ قانوني وهو ديسبونيبيليتي، لا السلطة ولا الوزارة احتجوا بذلك. هذا كلام جاء من الشارع، ليس من عند السلطة الرسمية. المذكرة موجودة رسمية، ليس فيها أي مبرر مطلقا. ذهبوا إلى وزارة الداخلية فوجدوا عندي ديسبونيبيليتي، لم يجدوا أي مبرر قانوني، قالوا هذا الشخص يمكن أن يكون مهنيا، يحكمون عليه قبل الممارسة. وأين وصل الأمر حاليا؟ رفضتني موريتانيا وعندي تعاون مع الجزيرة مدة 6 أشهر في منطقة غرب أفريقيا غير دائم. من هو مطربك ومطربتك المفضلين في الموسيقى الموريتانية قديما وحديثا؟ ديمي رحمه الله في المجال الوسط، استحمد بكي والعوف في المجال القديم، الحديث ماكل دندني. الكوميدي الموريتاني المفضل بالنسبة لك؟ كان بطمقعور. مع أم ضد التعديل الأخير على المادة 306؟ عفوا؟ مع أم ضد التعديل الأخير على المادة 306؟ لما أطلع على فحوى. شن هو رأيك في ظاهرة التنقيب عن الذهب؟ انعكاس الواقع المساوي الذي يعيشه المواطن التائه، تعكس أيضا هلع السلطة بتحصيل الضرائب. شن هو موقفك من قانون النوع والجدل اللي ثار حوله؟ قانون النوع كنت أؤيده بنسبة 90%، لأنه يعني في 3 مواد فقط من بينها 90 مادة تخالف صريح المتفق عليه فقهيا، الباقي كله جيد، كان الأفضل تعديله بدل الإلغاء. شن هو رأيك في ظاهرة ديون الشيخ علي الرضا؟ ظاهرة شخصية تحولت إلى شأن عام، وحبذا لو لم تحصل أصلا. في كلمة واحدة كيف تصف الحكومة الموريتانية؟ حكومة فاشلة. في كلمة واحدة كيف تصف المعارضة الموريتانية؟ معارضة ضعيفة. هل تتوقع أن تصل في يوم من الأيام مواطنة أو مواطن موريتاني من ذوي الإعاقة إلى كرسي الرئاسة؟ لا أتوقع مع الأسف، في حدود على الأقل نصف القرن المقبل. شن هو السؤال اللي كنت تتوقع أو تختار نطرحه عليك ولا طرحناه؟ لا ندور لأسلك ما كهالك شي ما أتوقعونكم. شن هي الكلمة اللي تقدر تقول بجميع اللغات الوطنية؟ لا سلام لعب جري لك مبت مبت هذا مبت هذا لا لا تحرك
لا تحرجني خليها عندها سلام كاع اخو خليها عندها سلام وقيل لها انا صانعت عن ودي انا صانع فيسبوك خطا نزوج يعني عندهم الدعايه خلصونا اولا نرحبوا بالمشاهدين زين يعني ناخذونا صوما مقبولا وإفطارا شهيا مع البنك الشعبي الموريتاني.